على بركة الله نسير. وفي هذا الصباح الأغر بكم وبحضوركم البهي نطلق العنان لمن جئنا لأجلهم اليوم، بنات الأجيال، من رحلوا ومن هم أطال الله في أعمارهم باقون على عهد العطاء والوفاء، والرسالة، المعلمون والمدراء الذين حملوا معول التعليم أمانة وإخلاص في هذه المدرسة الأقدم في فلسطين لتبقى الحاضن لذكريات تعود اليوم بكم لسنوات تجاوزت 100 عام وأكثر. وعلى هدى وخطى رسولنا الأعظم الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المعلم الأول لنا وقدوتنا، وفي نزول جبريل عليه السلام بعازم من الله سبحانه وتعالى فكانت بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وفي مطلع قصيدة من عيون الشعر العربي الحديث لأمير الشعراء أحمد شوقي لما فيها من قيم عليا تحث على العلم والتعليم وترفع مكانة المعلم بين الناس، فكان مما جاء في هذه القصيدة: قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. والآن مع السلام الوطني الفلسطيني وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء وأرواح من رحلوا من المعلمين والمدراء. والآن لنقرأ عليكم كلمات السلام التركي: لا تخف فلن تنطفئ هذه الراية الحمراء التي ترفرف في السماء حتى تنطفئ آخر نار في وطني، هو نجم أمتي سيبقى لامعا، هو ملكي، هو ملك أمتي فقط، لا تعبس في وجهك فداك روحي يا أغلى هلال. تبسم لأمة الأبطال، ما هذه الشدة وهذا الغضب وجلال، تبسم وإلا دماؤهم التي سكبت لن تصبح لك حلال، الحرية حق أمتي التي تعيد الحق. مع السلام التركي. الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظمته، والصلاة والسلام على أفضل الناطقين
بالضاد المرسل، المرسل رحمة للعالمين، ضيوفنا الكرام، أيها الجمع الأغر كل بلقبه ومسماه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في يوم من أيامنا الجميلة، ونحن نودع زملاء عز علينا ودعهم وفراقهم، وزملاء على الضرب سائرون متقاعدون ومواصلون، ونقول أهلا وسهلا بكم وحياكم الله. وأخص بالترحيب أخوة فضلاء حطت رحالهم في مناهل العلم هذا الأعم، فما أحلى اللقاء وما أروع الاحتفاء بهذه السواعد البانية يوم يكون غايته جمع القلوب على المحبة والتقدير والاحترام والتكريم. أنتهز هذه الفرصة، ولا أظن أن هناك فرحة أروع من هذا اللقاء التكريمي لمشاعر وطنية تربوية وقادة التعليم من رحلوا ببصماتهم اللامعة والباقية، ومن هم أطال في عمرهم يقدمون بعطاء الوفاء، عملوا بجد وتميز فجزاهم الله عنا خير الجزاء، فأثرهم على الجميع باق ليسمو به إلى آفاق التميز، ويرسوا بسفينتها إلى شاطئ العلم والتربية. غرسوا في الأجيال كل فضيلة، وحذروهم من كل نقص ورذيلة، وجمع الله بهم شتات القلوب بما حباهم الله به من قلب حوى البعيد والقريب والحبيب والصديق. وإنها لا فرصة هيئها الله في هذه المناسبة السعيدة لنقول لكم بارك الله فيكم وفي جهودكم المثمرة، وكتب الله أجركم، وندعو الله لكم بالتوفيق والرحمة لمن رحلوا والسداد لمن يواصلون. مهما كتبنا لكم من كلمات ونثرنا من حبر أقلامنا، فإننا عاجزون عن التعبير عما تكنه قلوبنا من مشاعر نحوكم، فذكركم لحن يطربنا، والأيام التي أمضيتموها ستظل في ذاكرتنا، ونهديكم تذكارا يظل رمزا للحب والوفاء ونقشا في ذاكرة الأوفياء في هذا اليوم الذي تستحقوه، ولن نوفيكم حقكم. خير البدء وخير الكلام لنعطر به يومنا هذا آيات عطرة من الذكر الحكيم يتلوها علينا الأستاذ مروان صقر من مدرسة الفاضلية الثانوية، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من النار
ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. ممثل محافظ محافظة طول كرم الأخت ميسون زريك المحترمة، السيدة مديرة التربية والتعليم المحترمة، الأخ نائب قائد المنطقة السيد علاء الزبن المحترم، السيد عبد القادر سطيح ممثل السفارة التركية ومسؤول الملحقية الثقافية فيها وصحبه الكرام، الآباء والأجداد، مديري ومدرسي الفاضلية والخالدية الذين تقاعدوا من هذا المبنى الأشم، مبنى مدرسة خالد بن سعيد سابقاً أيضاً، الإخوة والأخوات، موظفي وموظفات مكتب التربية والتعليم المتقاعدين، آباءنا الذين سطروا أروع صور الانتماء لهذا البلد الحبيب على قلوبنا من معلمينا ومديرينا كانوا رموزاً للتربية والتعليم، الإخوة رؤساء الأجهزة الأمنية والمؤسسات الوطنية والأهلية كل باسمه ولقبه، أمين سر حركة فتح الأخ أبو علي المحترم، مجلس الآباء الموحد، أنتم أيها العائدون لعرينكم ولتلك الأرواح التي سكنت وحدها وهي تسمع الآن صدى أصواتكم، أقول ها هو الزمان عاد من جديد، فوالله لهي لحظات عزيزة وعظيمة أن تطأ أقدامكم ثرى مدرستكم العريقة هذه وأن تتنفسوا عبيرها بعد سنوات طوال من الفراق، ولسان حال جدرانها يخاطبكم الآن مختزلاً كل سنوات البعد مدفوعاً بالحنين لهذا المكان، يخاطبكم ليخبركم أننا جد سعداء ونحن نراكم من جديد، جئتم اليوم لتجددوا كل معاني الانتماء والامتداد لهذه المدرسة العريقة، تستذكرون بعض المواقف التي طبعت في ذاكرتكم قبل 100 عام وتحديداً في العام 1918، تم تحويل هذا المبنى العثماني الأصيل إلى مدرسة إيماناً بقيمة المدرسة وسمو رسالتها، وبالمناسبة نحن قمنا بهذا الاحتفال بمناسبة المئوية الأولى لهذا المبنى، نستذكر بعض المحطات المهمة في تاريخ هذا المبنى، ففي العام 1925 زارها شاعر القطرين خليل مطران ونظم فيها قصيدة جميلة مطلعها إنا وجدنا وقد طال المطال بنا، طال المطاف بنا في طول كرم رجال الطول والكرم. في العام 1946 زارها مدير المعارف في الحكومة البريطانية مستر فارل، وفي العام 1952 زار هذا المبنى حكيم الثورة جورج حبش وخطب في مجموعة من القوميين العرب في هذا المكان في الصالون تحديداً. أحمد الشكيري أول رئيس لمنظمة التحرير مر من هنا، كانت هذه المدرسة هي محطته الأولى، تخرج من هذا المبنى آلاف العلماء والمشاهير، وبهذه المناسبة العزيزة علينا وبعد مرور 100 عام على تحويلها لمدرسة لابد أن نستذكر ونترحم على روح من صار في أروقتها، الأستاذ نصير أفندي كأول مدير لهذه المدرسة والذي يحمل الجنسية التركية، فإننا نقول للإخوة الحاضرين معنا هذا الاحتفال من السفارة التركية، نقول لن ننسى هذه القامات التربوية التي خدمت أبناءنا وشعبنا، فشكرا لكم لتلبيتكم هذه الدعوة ولحضوركم هذا الاحتفال. نستذكر في هذا اليوم أيضا مدير المدرسة الأستاذ سعيد بوشناك
كان مديرا لهذه المدرسة في العام 1921 واستمر فيها حتى العام 1925. وبالمناسبة تابع الأستاذ سعيد بوشناق دراسته في وتعليمه الثانوي والعالي في اسطنبول. كيف ننسى معلمي هذه المدرسة ومديريها على اختلاف عصورها؟ أستاذ كاظم عاشور علاء الدين حلاوة سنة 1936. وبالمناسبة الأستاذ علاء حلاوة كان له موقف مشرف في يوم من الأيام عندما اجتاحت القوات الإنجليزية هذا المبنى، وبدأ القوات الإنجليز يعيثون فسادا في مكتبة هذه المدرسة. فخاطب الأستاذ علاء الدين حلاوة خاطب قائد الفرقة قائلا له: أنا أفهم أنك تعتقل طلابا وأفهم أنك تسجن طلابا، لكن لا أفهم كيف يمكن لهؤلاء الجنود أن يلقوا كتب هذه المكتبة على الأرض. عندها خجل على نفسه قائد الفرقة وطلب من جنوده إعادة ترتيب هذه المكتبة. وبالمناسبة المكتبة ما زالت حاضرة بكتبها التي نثرت في يوم من الأيام في العام 1936، ما زالت حاضرة في مكتبتها. كيف ننسى العريس الأستاذ وهيب البيطار، هذا الرجل الحديدي ذا الشخصية اللامعة صاحب الكلمة المشهورة يا عريس، عندما يريد أن يحد من سلوك الطلاب كان يخاطبهم بها، فهو من أطلق اسم مدرسة الفاضلية على هذا المبنى سنة 1948 نسبة إلى القاضي الفاضل، والذي قال عنه صلاح الدين الأيوبي: لا تظنوا أني فتحت البلاد بسيوفكم وإنما فتحتها بقلب القاضي الفاضل. الرحمة لروح الأستاذ علاء الدين حلاوة، وكذلك الرحمة للأستاذ حكمة لبادي. حكمة لبادي كان مديرا لهذه المدرسة في العام 1958، وبالمناسبة الأستاذ حكمة لبادي حاز على وسام الصليب، أعلى وسام ممكن أن يقلد في ألمانيا، فكان هذا المدير كان خير من مثل هذه المدرسة ومثل شعبه الفلسطيني في الخارج، حيث مات ودفن في ألمانيا. الرحمة لروحك جدنا أبا سهيل فريد بركة، أول مدير للتربية والتعليم في المحافظة. وكيف ننسى الأستاذ تيسير بسطامي صاحب مجموعة مدارس البسطامي في الأردن، والمرحوم أحمد سعيد الطيبي وأبو وضاح وعبد الرحيم الجلاد أبو أسامة. كيف ننسى معلمي ومديري مدرسة خارج السعيد، سواء في مبناها القديم في مدرسة إحسان سمارة والحالي، رحم الله من مات وأطال الله في عمر الأحياء. نستذكر الأستاذ عبد الفتاح الكرمي والذي أطلق اسم مدرسة خالد بن سعيد على ذاك المبنى، وكذلك الأستاذ شريف الكبج وأسعد عبد القادر وعبد الرحيم الجلاد أبو بشار والد الأخ علاء وعبد الله السفاريني، أطال الله في عمرك أستاذي ومديري عندما كنت طالبا في الصف الثاني الأساسي، الأستاذ نجيب الحسن أبو المعتصم. أيها الحفل الكريم، إن إنجاز هذا الحفل حفل التكريم لم يكن سهلا، وخاصة أن جهودا عظيمة بذلت من أجل إنجاحه. فالشكر أولا لمديرية التربية والتعليم أكبر الداعمين لإقامة هذا الاحتفال، ولمعلمي وعاملي هذه المدرسة، وللزميل الأستاذ منتصر العناني الذي واصل الليل بالنهار، وشكرا لكل داعمين من مؤسسات وشركات ومحطات محلية، شكرا لتلفزيون فلسطين الذي يبث الآن هذا الاحتفال مباشرة. ونحن نعلم أيضا أن هناك أسماء كثيرة قد غفلناها ليس قصدا، فنعتذر لكل من لم يصله صوتنا، وقد حقيقة قمنا بالاتصال هاتفيا مع غالبية الأسماء قبل أن نقوم بتوزيع البطاقات. فمن لم يحضر من المدعوين المكرمين سنقوم إن شاء الله بإيصال هذا التكريم إلى منازلهم، خاصة من لم تساعدهم قواهم لحضور هذا الاحتفال. أسجل تقديرنا لكل الذين حضروا
أخص بالذكر من تكبد مشاك السفر وتناسى ضعفه ومرضه وجاء من خارج هذه المحافظة. فهناك من جاء من الأردن، وهناك من جاء من ميثلون، أستاذ أحمد ربايع الذي حضر متأخرا وقد رأيته قبل قليل، ومن حضر من رام الله ومن نابلس ومن قرى وضواحي هذه المحافظة الأبية. إن فكرة التكريم هذه جاءت لنستذكر جميعا الراقدين تحت أطباق الثرى، ممن نسيتهم ذاكرتنا الحبلى بكبد هذه الحياة، من فارقونا ورحلوا عنا، للذين سمعنا عنهم ولم نرهم، والذين سمعنا عنهم ورأيناهم، ولمن عاصرناهم وعشنا معهم سنوات كثيرة. وهي فرصة الآن أن تلتقي هذه الأرواح بعضها ببعض في هذه المدرسة بعد أكثر من 30 عاما. سنكرمكم اليوم أحياء لا أموات، فالكل حاضر عندنا في هذه المدرسة على الرغم من 100 عام قد خلت. أمس كنا قد أحضرنا درعا لتكريم رمز من رموز التربية والتعليم، وقد تم وضع هذا الدرع حقيقة في جملة من هم على قيد الحياة. ولكن صباحا فجعنا بخبر وفاة زميل فاضل لنا الأخ أبو العبد غازي حطاب، وكنا فورا بالاتصال بصاحب المطبعة من أجل للأسف تحويل اللي هو هذا الدرع من الأحياء إلى الأموات. لكنه القدر، وكنا قد كتبنا في أسفل الدرع السابق أطال الله في عمرك أبا العبد، ولاحقا كتبنا أسفل هذا الدرع رحم الله أستاذنا الفاضل أبو العبد. فهنا نزلنا وهنا رحلنا، هكذا هي الدنيا، نزول ورحيل. فنم كرير العين أبا العبد مع الصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الدهر ما كتبت يداه. فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكرك أبو كمال على هذه الكلمة الطيبة، ورحمة دائما قادة التعليم الذين رحلوا، كل الرحمة لهم على أرواحهم الطاهرة. لا تألوا جهدا ولا تتركوا فكرة جديدة إلا ودعمتها وكانت حاضرة في عطائها، لتكون اليوم مع من استحقوا هذا التكريم، معنا لتشاركنا فرحة التكريم لتكون لها الكلمة. مديرة التربية والتعليم الأستاذ سلام الطاهر فلتتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كرمنا بأن جعلنا أمة اقرأ، أمة العلم والمعرفة إلى يوم الدين، والصلاة والسلام على من حمل أشرف رسالة فكان بها خاتم النبيين والمرسلين. الأخت ميسون زريقي ممثلة عطوفة محافظ محافظة جنين، عفوا محافظة طول كرم، اللواء عصام أبو بكر حفظه الله، الأخوة ممثلو الأجهزة الأمنية والشرطية المحترمون، الأخ حمدان سعيفان أمين سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، والأخوة الأعضاء المحترمين، الأخوة المعلمين والمعلمات المتقاعدين والمتقاعدات المحترمين والمحترمات، الأخ عبد القادر صليح مدير المركز الثقافي التركي فرع رام الله المحترم وزميلته المحترمة، الأخ مدير المدرسة ومعلميها المحترمين والمحترمات، الأخوة الزملاء المحترمين والمحترمات، الأخوة الحضور
مع حفظ الألقاب والمسميات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية نبركها إلى ذلك العملاق الشامخ في عالم المعرفة والعلم، إلى من حارب الجهل وأضاء الدرب، إلى جسر العبور بالأجيال إلى المستقبل المشرق الزاهر، إلى من صبى بالعلم لأعلى المراتب، فروى بماء علمه غراسا نمت وأثمرت وفاضت علما ومعرفة، إلى المعلم الفلسطيني صانع الرجال وقائد الأجيال. الحضور الكريم، نلتقي اليوم لنكرم أمة العلم والمعلمين شموعا تضيء طريق المجد المبين، فما من أحد إلا ويقر لهم بالجميل، ففضلهم على الصغير والكبير عارم، وتقديرهم على الجاهل والعالم فرض ولازم. المعلمون والمعلمات، أنتم الركن الذي لا غنى عنه مهما تقدمت التقنيات وتنوعت الوسائل والاختراعات، لأنكم تتحلون بالفضائل وتسمون بالروح، توجهون بالقدوة والأسوة، وتعلمون بالحكمة والموعظة الحسنة، فأنتم أداة التغيير في المجتمعات، ومهنتكم هي المهنة الأم التي يتوقف على نجاحها أو فشلها المهن الأخرى. من هنا ندرك ضخامة الدور الذي قمتم وتقومون به، وعظم المسؤولية التي تقع على عكاهلكم، فما هذه الألوف المؤلفة من طلبتنا ومن أولادنا وفلذات أكبادنا إلا غراسا تعهدها المعلم بماء علمه، فأينعت وأثمرت وفاضت علما ومعرفة وفضلا، فأنتم تفيضون ببحر علمكم على الأرض القاحلة فتغدو خضراء يانعة. إن إخلاصكم وتفانيكم يجعلكم مثالا يحتذى وهديا يرتجى ويهتدى، إذا حلولك ظلام الجهل وخيمت عروشه وامتدت أيدي الناس تلتمس النور وتنشد الهدى، فليس لها بعد الله إلا العلم. فهنيئا لكم هذه المكانة الرفيعة. الحضور الكريم، ألا يحق للمعلم أن يطيب نفسه ويقر عينه بأن له بعد الله فضلا مذكورا وجهدا مشكورا في بناء شخصية بناة الأوطان، أولئك العلماء والمهندسين والأطباء والمخترعين؟ إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في جوف البحر، يصلون على معلم الناس الخير. فالمعلمون حراس بوابتنا ووجهة بوصلتنا، ولعل خير شاهد على ذلك، وأقولها باستمرار، ما حدث مع ابني هارون الرشيد الأمين والمأمون عندما تسابقا على حمل نعال معلمهما، مما جعل الرشيد يسأل وزيره عن أعز الناس، فلما أجابه وزيره أعز الناس أمير المؤمنين، فقال الرشيد: بل أعز الناس من يقتتل وليا عهد المسلمين على حمل عليه. الحضور الكريم، في الختام لا يسعني إلا أن أشكر القائمين على تنظيمي ودعم هذا اللقاء: مدرسة الدكتور خالد بن سعيد الأساسية بهيئتها الإدارية والفنية والتدريسية،
وقسم النشاطات التربوية في المديرية والمجتمع المحلي ومحافظة طول كرم كل تقدير وامتنان على رعايتهم المتواصلة ودعمهم الأكيد لكل ما فيه خير ورفعة للعملية التعليمية التعلمية والساعين دوماً لمصلحة أبنائهم. أشكر كل معلم جد في عمله وعلمه وحمل رسالته قلباً وقالباً. تحية لكل معلم ومعلمة خطت أناملهم سطراً في دفاترنا ونجاحات حياتنا. لكم منا كل الفضل وكل الشكر وكل الود. دمتم بكل خير ودامت رسالتكم الخالدة رسالة المعرفة إلى أبد الآبدين. وقبل أن أنهي كلمتي أرجو من الجميع قراءة الفاتحة على روح الأخ والزميل غازي حطاب الذي وافته المنية يوم أمس الذي قضى فيه معظم طيلة حياته تقريبا في خدمة مسيرة العلم والتعليم في هذه المحافظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لمديرة التربية والتعليم على هذه الكلمة الطيبة. والآن للتغيير والتجديد دائما عنوان، وللفن مكانة، وفي الصوت أمانة، حنجرة كربية خاصة بنكهة فلسطينية. أبى إلا أن يكون شاد اليوم في كلمات الحنين ويعانق حبه للتعليم، وفيا لوالده أيضا الذي كان مديرا ورحل، ووفاء لقادة التعليم العظام جاء الفنان الكرمي علاء جلاد ليحاكي حبه لكم برفقة أيمن لفداوي. تفضل. شرف كبير إلي أعلى فوق مسرح تأخاطب من إلهم فضل علي. أنا ألا كيف أشرح أمام اللي كان يشرح دروسا من مناهج تربوي لأجل تكريمكم. أنا جيت أرواح فحفظ الود من سنة نبي. ابن أستاذ أنا وبكل مطرح بيي كان إله روحه وجيه. فتكريمي لكم هاليوم
فتكريمي لكم هاليوم أصبح إني أعتبر كل شخص فيكم بعد ما مات بي في مقام بي. صورة موشة والضوء عالي كالنجة كرمك بنا فينا العزيز سهلك بنا فينا حي الله هذه الوجوه الطيبة قديمها وجديدها، من عاصرناه ومن جاء خليفة لنا في هذا الصرح الشامخ الذي يحمل تاريخا مجيدا. كان لي الشرف أنني عينت أول تعيين في هذه المدرسة. أنا من ميثلون محافظة جنين، شرفت بأن علمت في هذه المدرسة 5 سنوات كاملة، وصاحبت فيها زملاء بارك الله في من كان منهم حيا ورحم الله من كان منهم ميتا. لي الشرف أن أحييكم في مقامي هذا حاملا لكم رسالة المؤاخاة من جنين لطول كرم ومع ولبقية مدن فلسطين. أسأل الله أن يمد في أعمار الشباب الذين حملوا الرسالة بعدنا
وأن يعينهم على إيصال رسالة العلم لكل من أراد العلم. أشكر الراعين لهذا الاحتفال، فهي أكبر لفتة ممتازة يقدمونها لأساتذتهم السابقين. شكراً لهم مرة أخرى على لسان كل الإخوان الذين ظفرهم التكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني تكبد السفر وأتى رغم ذلك ليشاركنا الفرحة في هذا اليوم وهذا التكريم. شكراً لك أستاذ أحمد. هو الرجل الذي صار بفضل المعلم قائد وحاضر داعم ومساند، يقول دوماً لا نفي حقهم هؤلاء البنات، هم الأوفياء الأعظم بناء بزف أجيال تلو أجيال ليكونوا مشاعل الوطن. أترك الكلمة بعطوفة محافظ محافظة طول الكلمة اللواء عصام أبو بكر، يلقيها نيابة عن الأخت ميسون إزريكي، فلتتفضل. الأخت الأستاذة سلام الطاهر مديرة التربية والتعليم، الأخ عبد القادر صطيح مسؤول الملحقية الثقافية في السفارة التركية، الأخ علاء الزبن نائب قائد المنطقة، الأخ أبو بكر نائب قائد الشرطة، الأخ حمدان غادرنا، الأخوة والأخوات المعلمين والمعلمات المتقاعدين المحترمين، الأخ مدير مدرسة خالد بن سعيد، الأستاذ درويش محمد درويش البري، أسرة التربية والتعليم، الأخوة والأخوات ممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية وفعاليات المحافظة، الحضور الكريم كلهم باسمه ولقبه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أنقل لكم تحيات عطوفة محافظ محافظة طول كرم الأخ عصام أبو بكر واعتذاره عن الحضور والمشاركة لارتباطه بمهمات ونشاطات أخرى وتثمينه لدور المعلمين والمتقاعدين وبصماتهم الكبيرة التي تركت آثارا عظيمة في تربية الأجيال وبناء مجتمعنا طوال مسيرتهم التعليمية والتربوية والوطنية. وفي هذا المقام نترحم على روح فقيدنا وفقيد الأسرة التربوية الأستاذ الفاضل الحاج غازي الحطاب أبو العبد رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه، والعزاء للأسرة التربوية ولذويه، والرحمة والمغفرة لكل من توفاه الله وغادرنا بعد أن أدى رسالته تجاه وطننا وأجيالنا. الأخوة والأخوات المربين الأفاضل، الحضور الكريم، إنه لشرف عظيم لنا أن نقف أمامكم في هذا الحفل لتكريم ثلة من معلمين ومعلماتنا المتقاعدين والذين قضوا جل عمرهم في العطاء على درب غرس ثمار العلم والأخلاق والمعرفة والقيم الوطنية والتربوية لأجيال تعاقبت على منهل العطاء والتضحية الذي لا ينضب. لنقول لكم شكراً على زمن كنتم أنتم منارته وما زلتم، وجهد بذلتموه لتزرعوا القوة والصمود والثبات، وخاصة أن مسيرتكم ستبقى حية في عقول الجميع وقلوبهم تقديراً وعرفاناً بحجم الحروف والكلمات التي رسمتموها على جدران ذاكرة من كانوا على مقاعد صفوفكم. وفي الختام، ومن خلال هذا المشهد الذي نعزز ونؤكد فيه على الوفاء والاحترام والتقدير للمعلمين والمعلمات ومربي الأجيال لمن كادوا أن يكونوا رسلا برسالتهم التربوية، وكل الشكر والتقدير للقائمين على حفل التكريم وعلى رأسهم مديرية التربية والتعليم ممثلة بالأستاذة الفاضلة الأخت سلامة الطاهر وطاقم المديرية وأسرة مدرسة خالد بن الوليد وخالد بن سعيد وممثلي السفارة التركية، كل الشكر والتقدير للجميع. أطال الله بعمركم وجزاكم كل خير عن كل ذرة تعب وجهد وعرق بذلتموها في هذا الزمن زمننا، ورسمتم خارطة الوطن.
وكل الشكر والتقدير مرة أخرى، فالكلمات لا توفيكم حقكم. تحية للمتقاعدين ولا تفضلوا كمان واحد كمان خصوا هون وهون سلام يلا جد يا السادة الحضور الكرام كل باسمه ولقبه يشرفني ويسعدني أن أكون بينكم ممثلا عن السفارة التركية في القدس. تلقينا الدعوة التي وجهت إلينا للاحتفاء والتذكير بالجسور التي جمعت القوميات والأديان والمذاهب في الدولة العثمانية بترحيب كبير، وكانت مما أثلج صدورنا. إن هذه الفكرة الخلاقة في الالتفات إلى الجوانب الإيجابية
التي جمعت بين الشعبين التركي والفلسطيني في هذا الزمن الذي انتشرت فيه نيران التباغض في الدول المجاورة تستحق منا كل التقدير. لهذا اسمحوا لي هنا أن أقدم لكم جميعا التحية مع أسمى آيات الشكر نيابة عن القنصل التركي في القدس والملحق الثقافي وكل العاملين في القنصلية. الحقيقة أن هذه الدعوة إلى هذا الاحتفال والتكريم أثارت فينا الشغف إلى التعرف إلى هذه المدرسة والنبش في الوثائق العثمانية للاطلاع على ما كتب عنها، لكن الوقت لم يسعفنا في رسم صورة عنها بشكل واضح. واسمحوا لي أن ألخص ما ذكرته الوثائق التي عثرنا عليها والتي سنقدم صورتها لمدير المدرسة ونعده بإحضار المزيد منها في حال عثورنا عليها. تكيل واحدة من التقارير المرفوعة إلى الدولة المديحة لأهالي طول كرم لشغفهم بالعلم، وتشرح عن المعاناة التي يلقاها أطفال الكرة المجاورة بمدينة طول كرم وإصرارهم على التعليم رغم ذلك ومبيتهم في الدكاكين في القصبة، وتطلب من الحكومة العمل على إيجاد حل لهذه المعاناة. وتصرح وثيقة أخرى بأن المدارس الأهلية في طول كرم كانت أهلية تدعمها الأوقاف الخيرية والمجتمع المحلي قبل اللجوء للعمل ضمن مدارس نضارة المعارف العثمانية، ولا نجد في دفاتر نضارة المعارف مدارس في طول كرم تتبع هذه النظارة حتى العام 1886. ويذكر التقرير المرفوع للدولة في العام 1914 أنه يوجد في طول كرم ثلاثة مدارس، أقدمها مدرسة ميمونة للذكور التي تحتوي على ست صفوف وعدد الطلاب فيها 250 طالبا، والمدرسة الثانية هي المدرسة الزراعية التي تأسست في العام 1908، والمدرسة الثالثة هي مدرسة النسيج للفتيات التي تأسست في العام 1911، وتم استقدام معلمة من مدينة إزمير التركية، وكان معها زوجها الذي يعمل في الطلاء، وسكنوا في طول كرم، وكانت تعلم الفتيات من سن السابعة على صناعة السجاد. كما تذكر أن مدير المعارف في مدينة طول كرم وفي لواء بني صعب كان سعيد الكرمي أحد وجهاء طول كرم. هذه الصورة المبسطة لتاريخ التعليم في طول كرم التي تمكننا في العثور عليها في وثائق الأرشيف العثماني تساهم ولو بشكل محدود في رسم لوحة للتعاون المشترك بين الشعبين، كما تساهم في دعم الهدف النبيل الذي يقام هذا الاحتفال والتكريم من أجله. وإنه من دواعي سرورنا أن نشارك وأن نقف إلى جانب كل جهد يعزز جذور الألفة والتعاون بين الشعبين. ومما أسعدنا أيضا أن يتزامن هذا التكريم مع حضورنا إلى جامعة الخدور للتعاون في إقامة معرض للصور التي أحضرت خصيصا من الأرشيف العثماني في اسطنبول، وتظهر سكة حديد الحجاز الذي كان يمر قريبا من هذه المدينة الطيب أهلها، وغير ذلك من الأنشطة المشتركة في المستقبل القريب. ختاما أكرر شكر المركز الثقافي التركي والقنصلية التركية بشكل عام لجهودكم الطيبة، كما أشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
ميسون زريكي ممثلة اللواء عصام أبو بكر محافظ طول كرم المحترم، الأخت سلام الطاهر مديرة التربية والتعليم المحترمة، السيد عبد القادر الصطيح الملحق الثقافي التركي المحترم، الأخ محمد درويش بري مدير مدرسة خالد بن سعيد المحترم، الإخوة ممثلي الأجهزة الأمنية المحترمين، كافة الحضور أهلا وسهلا بكم جميعا، الإخوة المعلمين والمعلمات المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الزملاء الذين رحلوا إلى مثواهم الأخير، تحياتي واحترامي لكم جميعا. يشرفني اليوم أن أتحدث باسم شريحة نبيلة كريمة من أبناء شعبنا، ألا وهم كل العاملين في مجال التربية والتعليم والذين أفنوا شبابهم فعلا في تربية الأجيال في أحلك الظروف وفي ظل الاحتلال. ويسرني أن أتقدم باسم كل المتقاعدين بالشكر والتقدير لمديري ومعلمي مدرسة خالد بن سعيد على حسن الاستقبال ولطف الضيافة. ولا أنسى أن أترحم على موتانا من الزملاء داعيا الله العلي القدير لهم أن يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته. ويزيدني ارتباطا أن يكون هذا الحفل في هذه المدرسة العريقة التي انتسبت إلى أحد أعلام التاريخ الإسلامي، إلى القاضي الفاضل الذي رافق صلاح الدين في كل معاركه ومحطات جهاده. وقد ظلت الفاضلية منذ عام 1918 تقوم بدورها التعليمي، أي منذ 100 عام، وقد كانت لفترة طويلة المدرسة الثانوية الوحيدة في المحافظة والأكثر تفوقاً. ويزيدني بهجة اليوم أن أستذكر أيامي فيها منذ 60 عاماً، حيث حصلت على شهادة المتريك في عام 1957-58، ذلك العام الحافل بالأحداث. وهنا لا بد أن أترحم على أساتذة الأعلام وأذكر منهم بالخير والعرفان: وهيب البيطار، سعد الخياط، حكمة لبادي، أحمد سعيد الطيبي، الشيخ توفيق الطيبي، جاسر العموري، عبد اللطيف ناصيف، إحسان سمارة، يوسف الحافظ، وغيرهم وغيرهم، رحمه الله وأسكنهم فسيح جناته. وأذكر كيف عدت إليها عام 82 وبقيت معلماً للتاريخ فيها حتى عام 1990 حيث تقاعدت. وأذكر كيف اندلعت الانتفاضة في أواخر هذه المرحلة، وكيف كان طلابنا في مقدمة المنتفضين، وكان قد عاد للمدرسة نشاطها وألكها مما أزعج المحتلين فأغلقوها، وكيف أجبرتنا الظروف على تدريس طلابنا في مباني مدرسة طول كرم الثانوية. هم يشغلون المبنى في الفترة الصباحية ونحن نشغله في الفترة المسائية. وهي مدرسة خالد بن سعيد تحمل راية العلم والتنوير على أيدي مديريها المتعاقبين ومعلميها على أحسن وجه وفي نفس المبنى العريق. ولا يفوتني وأنا في حضرة العلم والمعلمين أن أشير إلى الدور المركزي المحوري للمعلم في الحضارة الإنسانية، ذلك الدور الذي قام به الفلاسفة والمصلحون وكذلك الأنبياء والرسل، وفي المقدمة منهم رسولنا الكريم الذي وفقه الله في تعليم أصحابه وتهذيبهم وتربيتهم حتى أصبحوا بحق خير أمة أخرجت للناس. وقد أصبح معلوما كيف قفزت شعوب كثيرة من مستنقع الجهل والفقر والمرض إلى ذرة التطور والمعرفة والإنتاج، وعلى رأسها ما أصبح يعرف بالنمور الآسيوية: سنغافورة، كوريا الجنوبية، هونغ كونغ، ماليزيا وغيرها. كل ما فعلته القيادات الواعية الحازمة هناك أنها أعادت النظر في شؤون التربية والتعليم ووضعت الخطط الاستراتيجية للنهوض موضع التنفيذ، فكانت البداية وكان الحصاد. ونحن كشعب فلسطيني يناضل الاحتلال
وليس في يديه سوى سلاح واحد هو العلم والتطور. لا بد لنا أن نسعى إلى التغيير ونعيد النظر في كل الشؤون التعليمية وفي كل المراحل من أجل وضع خطة تعليمية تربوية استراتيجية تنفذها الدولة ويرعاها الناس بشكل صارم، وتراعي أموراً كثيرة منها ترسيخ منهج البحث العلمي التطبيقي القائم على المشاهدة والتجربة والاختبار، التلاقي الكامل مع كل أساليب التلقين والتلفيق، غرس القيم الإنتاجية الحديثة التي تمجد العمل وتحترم الوقت وتشترط الإتقان، تنشيط المتقاعدين وانتشالهم من غياهب الإهمال والنسيان والاستفادة من خبراتهم، تحصين الجيل أمام أشكال الفساد والإفساد، والمهم هو ترسيخ الهوية الوطنية باعتماد الرواية الصحيحة للتاريخ الفلسطيني الذي يتعرض باستمرار إلى طوفان من التزوير والتزييف وخاصة في الكرسي الشريف، ووقوفاً أمام كل ألوان البلطجة والدسائس والصفقات. ولا بد لي قبل أن أختم أن أتقدم باسمي وباسم زملائي بالشكر والامتنان لمدير وأساتذة مدرسة خالد بن سعيد ولكل من فكر أو بادر أو عمل أو أعطى على تقديمي. على تقديم الدعم لهذا الحفل وهذا التكريم، راجياً لهم مزيداً من النجاح والتوفيق. وأتمنى على حكومتنا الكريمة رعاية المتقاعدين وخاصة القدامى منهم ذوي الرواتب المسحوقة، داعياً الله العلي القدير للزملاء جميعاً بالصحة والعافية والرضا والسكينة والسعادة. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والحرية والفخار لأسرانا الأبطال، والثبات والصمود للمقدسيين المرابطين الأحرار. والسلام عليكم ورحمة الله. والله علينا المجد ما واحد علينا، ونمشي على الصخر ما نمشي علينا. والله التكريم الكواجب علينا، وعلينا التكريم الكواجايا. أول ما ببدأ كلامي الكوبا وصل
الكلمة مبدا كلامي لكم بوصل سلامي. واحنا رجال فلسطين وما بنحب المانيه. ها يلا عشا 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 درع مقدم لدولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله. تحية 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 للجميع إن شاء الله. طيب درع مقدم لمحافظ محافظة طول كلمة اللواء عصام أبو بكر. درع مقدم للأخت رنا البسطامي أم الوليد حرم دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله. درع مقدم لقائد منطقة طول كرم العقيد المهندس ساهي سعادة يتسلم نائب قائد المنطقة العقيد علاء الزبن. درع مقدم أيضا للأخ عبد القادر السطيح طبعا مسؤول الملحقية الثقافية في السفارة التركية. كل التحية تحية لأصدقائنا الأتراك. أيضا درع لأول مدير مدرسة هنا نصير أفندي
أول مدير لهذه المدرسة، كل التحية، سنة 1918. استلموا الأخ عبد القادر أيضا. درع أيضا لقائدة المسيرة التربوية في محافظة طول كرم الأستاذة سلام الطاهر. أبو أيمن، وأصر أيضا ابنه الدكتور اللي هو أحد طلبة هذه المدرسة الدكتور خالد الساحلي عميد كلية الهندسي في جامعة النجاح. نبدأ بمن رحلوا من مدراء التربية والتعليم، الأستاذ المرحوم فريد البركي. أيضا الأستاذ المرحوم حسين الشيخ، طبعا حسب التسلسل الزمني. أيضا للمرحوم الأستاذ صبحي الزعبي، تفضل يا بجيه. تستلموا بنته، مبروك مبروك مبروك، الله يسعدك، الله يخليكي. هناك هناك هناك، لا هناك هناك هناك. ايضا من القامات التربويه من الحاضرين الدكتور محمد زهدي ابو غزاله عميد كليه خضوري، تفضل استاذ دكتور. يعني الأستاذ الدكتور زهدي أبو غزالي هو من أصر علي أن أدخل التربية الرياضية في خضوري سنة 83، كل التحية له. مدير التربية والتعليم أيضا سابقا الأستاذ محمود دمرة. خلص. مدير التربية والتعليم محمود، أهلا مبارك. ايضا للمدير السابق ايضا والقدير الاستاذ محمد عاليه ابو يوسف. ايضا الاستاذ حسني بدران مدير التربيه سابقا ابو حسام، تفضل ابو حسام. ايضا مدير التربيه السابق الاستاذ لطفي كتاني ابو القريب. هلا استاذ العمو بسام. ايضا المدير السابق ايضا والحاضر بيننا اليوم الاستاذ محمد الكباج، اهلا وسهلا. ايضا الاستاذ مدير التربيه السابق الاستاذ حسن سلامي. خلي الاستاذ طبعا المرحوم، نبدا بالمعلمين اللي فارقونا حسب الأستاذ جمال طريف موجود درعوه طبعا أكيد. نبدأ بالمعلمين أيضا اللي فارقونا، الأستاذ إبراهيم أبو خيط. الأستاذ أحمد عبد الخالق. الأستاذ أحمد عبد الخالق. السلام. ما بنقول إلا الرحمة عليهم جميعا. المرحوم الأستاذ زكي الحاج قاسم، أبو زكي. أيضا المرحوم الأستاذ أحمد بدير، أبو القسام. طيب الأستاذ المرحوم عادل خضير، دكتور زهير تفضل. ايضا ذوي الاستاذ المرحوم عبد اللطيف محمد جيوسي.
الأستاذ عبد الرحمن الكرمي، المرحوم الأستاذ عبد الرحمن الكرمي أبو عدنان. أيضا الأستاذ المرحوم عبد الله السفاريني، أستاذ أبرامي. ايضا الاستاذ المرحوم نعيم محفوظ ابو معين رحمه الله. ايضا الاستاذ اسعد عبد القادر. طيب المرحوم الاستاذ علاء الدين حلاوي. طيب الاستاذ المرحوم جلال البعبع. ورا. الأستاذ خليل البرقاوي، المرحوم الأستاذ خليل البرقاوي. الست سارة البرقاوي اللي أيضا كانت داعمه لهذه المدرسة قبل أيام أو قبل أسابيع. يا ريت يعني بيستاهلوا تحية، بيستاهلوا تحية، يا ريت تتواصل بالتحية والتصفيق لهم. الأستاذ المرحوم محمد موسى نصر الله. الأستاذ المرحوم ناجي صبحة. الأستاذ المرحوم فتحي رشيد. الأستاذ رفعت تسلم عنه. راح يتم توزيع الهدايا مباشرة بعد هذا مباشرة. طيب الأستاذ المرحوم شريف الكبج. تفضل. سنة 1966. الأستاذ المرحوم عمر الجمل. الأستاذ المرحوم أيضا شريف فرحاني رحمه الله، الله يرحمه جميعا. شريف فرحاني تفضل. الأستاذ أيضا المرحوم سعيد بوشناق. سعيد بوشناق. الأستاذ المرحوم حسني نصيف. الأستاذ المرحوم حسني نصيف أبو مجدي. الأستاذ أيضا المرحوم باسم زهران سلموا ابنه أحمد. تفضل. الأستاذ المرحوم زكريا فحماوي رحمه الله أبو يحيى. أيضا المرحوم الأستاذ موسى سنجاك من بلدة عنبتك. الأستاذ أيضا المرحوم برهان القاروط أبو برهان الأخ رائد. أيضا المرحوم الأستاذ أحمد عبد الرحمن إسماعيل. طبعا في قسم كبير ما قدر يكون موجود أو يوصل لهم بسبب التعب ووضعه الصحي، احنا نتمنى لهم الشفاء وإن شاء الله للأمام. الأستاذ المرحوم وضاح الطيبي. الأستاذ المرحوم الأستاذ وضاح الطيبي. أيضا الأستاذ المرحوم خيري عطا أبو حسام. حسام تفضل ابن حسام. أيضا أبناء المرحوم الأستاذ المرحوم عدنان قعدان رئيس قسم النشاطات في مديرية التربية والتعليم سابقا. تفضل. المرحومة أستاذة عبلة عواد. عواد مين؟ طيب الأستاذ المرحوم تيسير البسطامي أستاذ حسني.
طيب. الأستاذ المرحوم الأستاذ عبد الرحيم الجلاد أبو بشار، تسلموا الفنان ابنه اليوم اللي كان معنا يصدح صوته، الفنان على أيضا المرحوم الأستاذ عبد الرحيم الجلاد أبو أسامة. طيب الأستاذ المرحوم وهيب البيطار، الأستاذ المرحوم إبراهيم الطنبوس أبو خليل رحمه الله الشرطة. طيب المرحوم الأستاذ خليل أبو هنطش خالد. أيضا الأستاذ المرحوم محمد رشيد العتيلي. طبعا ما تغادرونا، طبعا في هدايا لكل المتقاعدين، تحملونا بهمش العدد كبير. المرحوم الأستاذ محمد رشيد عتيلي، الأستاذ أيمن. طيب الأستاذ المرحوم أحمد سعيد عبد الكريم يتسلم ابنه عمر المهندس عمر، أهلا وسهلا. أيضا الأستاذ المرحوم حكمة لبادي. الأستاذ المرحوم فريد القبج حضر من عمان خصيصا لمشاركتكم في هذا الحفل رحمه الله. الأستاذ رشيد تايي أبو غازي، أستاذ باسم. الأستاذ المرحوم حسن المنصور. الأستاذ المرحوم صابر مخلوف أبو عنان رحمه الله، هو من جعلني أعشق الرياضة وأدرس الرياضة، الشكر والتقدير له أستاذي رحمه الله. الأستاذ المرحوم جمال عبوشي، أستاذ ثابت. الأستاذ المرحوم أحمد سعيد الطيبي. الدكتور وضح تسلم. الأستاذ المرحوم نظم السفاريني. الأستاذ المرحوم زكي أبو شنب. الأستاذ المرحوم الأستاذ محمد رشيد المرحوم الأستاذ محمد رشيد عتيلي، سلم المهندس أيمن ابنه أيمن. زكي أبو شنب الأستاذ المرحوم زكي أبو شنب مش موجود. الأستاذ المرحوم ياسر قطاوي يتسلم ابنه ثائر. الأستاذ المرحوم أستاذ حسن الجمل، الأستاذ حسن الجمل سلموا ابنه أستاذ حلمي. المرحوم أيضا سامي اللبدي، تفضل. الأستاذ المرحوم عبد القادر يمين رحمه الله أبو أنس، أبو أنس مش موجود. طيب الأستاذ المرحوم مدير التربية السابق أيضا الأستاذ جمال طريف محمد، المهندس محمد. طيب الأستاذ المرحوم رشيق خضر. الأستاذ المرحوم مفلح الزرعي أبو خالد، أستاذ محمد مهندس ابن المرحوم جمال، أستاذ جمال طريف يسلم المهندس محمد طريف مفلح الزرعي. مفلح الزرعي الأستاذ المرحوم محمود الصالح، أستاذ المرحوم محمود الصالح ست وفاء هذا الأحياء. الآن مع الله يطول بعمرهم إن شاء الله مع المتقاعدين الحاضرين أيضا الأستاذ إبراهيم الصالح سلموا
كل التحية له. تحية للأستاذ، تحية للأستاذ إبراهيم، تحية. الله يعطيك الصحة والعافية يا رب. الأستاذ صبحي شحروري. الأستاذ صبحي شحروري. سلم أستاذ نعمة. الأستاذ سليم إبراهيم أبو شوقي. الأستاذ سليم إبراهيم أبو شوقي. الأستاذ عمر أبو صاع. الأستاذ جميل أبو سعدة. طيب. الأستاذ إبراهيم زكوت. إبراهيم الأستاذ إبراهيم الشاعر. طيب. الأستاذ ياسر صباح. الأستاذ عثمان الجمل. الأستاذ عثمان الجمل أبو ديمة. الأستاذ عارف ذوابي الفنان. الأستاذ ثابت الجمل. الأستاذ هشام الكرمي. الأستاذ هشام الكرمي. الأستاذ أو الدكتور، الدكتور رياض الراس. الدكتور رياض الراس، تحية للدكتور رياض. الأستاذ جمال بركات. لا 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 جت فوق. سلام سلام. سليم سليم سليم. خلص قيمها قيمها. الأستاذ جمال بركات. خلص الحمد لله الحمد لله. الأستاذ جمال بركات. الأستاذ إبراهيم الشيخ ناصر. الأستاذ إبراهيم الشيخ ناصر. أستاذ هناء تفضل. الأستاذ إبراهيم سكر. الأستاذ إبراهيم سكر تفضل. الأستاذ أحمد ربايعة. أهلا أستاذ، أهلا وسهلا فيك في من ميتلون. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا وسهلا. الأستاذ عبد الكريم الزبادي. الحمد لله كل الحق على فرسان، انت السبب. طيب الاستاذ وائل القطب. الاستاذ وائل القطب تفضل. ابو سعد نحن نقدر كبيرا كثيرا كبيرا كثيرا هؤلاء اللي حضروا رغم المرض والالم والتعب، اصروا انهم يجوا يتكرموا في هذا الاحتفال اللي بيستحقوه فعلا. كل التحيه وسفكه حاميه لكم والنا. يلا الأستاذ ماجد الزغل. الأستاذ ماجد الزغل قسم النشاطات مدير التربية والتعليم سابقا، بتسلموا ست ماجدة. الأستاذ فواز أبو حفيظة، أهلا وسهلا. أهلا ست ماجدة، أهلين الله يعافيك. تفضل تفضل. أهلا أستاذ. الأستاذ يوسف محمد عمر. الأستاذ يوسف محمد عمر. الأستاذ محمد عبد اللطيف الحاج يوسف الزبادي أبو فادي. خلص من جهة. الأستاذ أو الأستاذة فدوى بدران. الأستاذة فدوى بدران. الأستاذ جمال عودي أبو خالد. الأستاذ جمال عودي أبو خالد تفضل. كل التحية مشرف التربية الرياضية في مديرية التربية والتعليم. قضاها أسيرا ومن ثم انتقل إلى التربية والتعليم. الأستاذ فخر القب.
استاذ فخر اهلا وسهلا فيك. الاستاذ عبد القادر سليمان، عبد القادر سليمان. الاستاذ سعد تاي يعطيك العافيه. الاستاذ سعد التاي. الاستاذ حسن ابو يونس. الاستاذ حسني الخواجه. الاستاذ حسني الخواجه. الاستاذ غسان حمودي ابن هذه المدرسه ايضا. الاستاذ نجيب الحسن. الاستاذ ابو المعتصم. الاستاذ نجيب الحسن ابو المعتصم الله يعطيك الصحه والعافيه يا رب. الاستاذ احمد الزيتاوي. الاستاذ احمد الزيتاوي. هلا استاذي. هلا استاذي يعطيك الصحه والعافيه. نعم. الاستاذ نعمان شحرور. دم شرطة. الاستاذ راسم الجراد. الاستاذ راسم الجراد ابو محمد. الاستاذ راسم الجراد تفضل. الاستاذ توفيق ابو صلاح. الاستاذ توفيق ابو صلاح. اهلا استاذ. استاذ توفيق ابو صلاح تفضل استاذي تفضل. تفضل. الاستاذ محمد حمودي. استاذ غسان. طيب. الاستاذ فضل ابو هنطش. الاستاذ فضل ابو هنطش. خريجين المدرسه تقاعدوا. نعم. اهلا وسهلا. الاستاذ باسم سعادي. الاستاذ طاهر شكري. الاستاذ اشاد يا عثمان مديرة التربية والتعليم مشرفة التربية الرياضية سابقا. اهلا وسهلا. انا ست شادية. اهلا بك. تفضل. الاستاذ ازدهار تور. الاستاذ جميل النجار. الاستاذ جميل النجار اللي ما تروحوا لانه في هدايا لكل الموجودين مباشره راح اعطيهم كلهم هدايا ان شاء الله. الاستاذ جميل النجار كل التحيه للاستاذ جميل النجار الله يعطيه الصحه والعافيه ايضا. 92 عام الله يعطيه العمر طولة العمر. أيه. الاستاذه هدى البعباع. الاستاذ فتحي ملحم ابو سنان. الاستاذ فتحي ملحم. الاستاذ يوسف الجلاد الله يشافيه وعافيه يا رب كمان الله يشافيه. الاستاذ عمر ابو خاطر. الاستاذ عمر ابو خاطر. الاستاذ حسين ابو خميس. ابو ماجد. سلام. الاستاذ الاستاذ نصوح عواد. الاستاذ نصوح عواد. الاستاذ صلاح الجلاد ابو الامجد. استاذ صلاح. ايوه هناك. الاستاذ صادق مسعود ابو حازم. السلام. الاستاذ محمد سماره. الاستاذ صادق. صادق. استاذ محمد سماره.
الأستاذ عادل القب أبو الأمثل. الأستاذ راض الحطاب. الأستاذ راض الحطاب. الأستاذ يوسف الحطاب. الأستاذ يوسف الحطاب. طيب. الأستاذ حسين شهاب. الأستاذ حسين شهاب. الأستاذ محسن عطاري من دير شرف. الأستاذ يعني شو بقولوا ختامها مسك. الأستاذ رفعت صالح. الأستاذ رفعت صالح كل التحية للأستاذ رفعت. أصغر متقاعد. الله يعطيك الصحة والعافية. شباب يعني شباب لسه شباب يعني. 60 ونص. 4 أيام. طلع. تعال جيبوا طيب. بدنا نكرم مدراء التربية والتعليم السابقين. أستاذ فضل.